السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أميرة المراكشية. اليوم نحضروا تحلية جد رائعة، كتجي خفيفة ولذيذة بشكل مختلف وجديد. تحلية على شكل بيضة، هنحضروا بمقادير جد بسيطة وسهلة وكتجي غاية في الروعة. نخليكم على المقادير وطريقة التحضير. ما تنسوناش اضغطوا على زر الأحمر أبوني وديروا جيم، نخلطوا في القناة ديالي يوصلكم كل الوصفات الجديدة. بسم الله. بالنسبة للمقادير كنحتاجوا الحليب، هنا عندنا تقريبا اترو 5 الاكواب ديال الحليب، هنا الدقيق 2 معالق كبار ما يعادل تقريبا 70 غرام، دقيق الفرص. هنا مايزينا 2 معالق كبار ما يعادل تقريبا 40 غرام، هنا تقريبا 8 المعالق 120 غرام، 8 المعالق يعني كوب الا ربع، 2 صاشيات تاع فانيا. بسم الله. كنصبوا السكر الخشن تقريبا، السكر الخشن حسب الذوق، بالنسبه ليا درت 800 المعالق كبار ما يعادل تقريبا 120 غرام. هنا الدقيق، ودائما بالنسبه للحلاوه حسب الذوق، الدقيق هنا تقريبا 2 معالق كبار 70 غرام، 2 معالق كبار ديال النشا اي مايزينا، هنايا فانيا 2 صاشيات فانيا اللي بايدين وحده، كندير 2 صاشيات باش كيعطينا واحد الذوق، واحد البنه رائعه. كنمشيو الكل. بالنسبه لهاد التحليه راه كتجي سهله، هانتوما كتلاحظوا بان سهله التحضير وبسيطه، ما فيهاش المكونات اي هاد المكونات موجوده في اي بيت. بسم الله. كنصبوا الدقيق غير شويه وكنمزجو مزيان باش ما يبقاوش لنا دوك الكويرات. بسم الله. بعد ما مزجنا الكل كنصبوا الحليب كامل وكنوضعوا الكل فوق النار. كتجي واحد التحليه رائعه ولذيذه بزاف وبنينه وسهله التحضير. الان ناخذ الكل ونضعوا فوق النار. بسم الله. بعد ما بدا يتماسك الان كنديروا في هذه معلقه كبيره ديال الزبده وكنمزجوه وكنطفيو عليه النار. الان كنصبوا المزيج في الاكواب. بسم الله. بعد ما وضعنا التحليه في الاكواب، الان كنحاولوا ناخذوا الطبق الثاني. بالنسبه خديت انا مشمش، ولكم كامل الاختيار باش تختاروا اي فاكهه بغيتوا. هذا المشمش معلب وكناخذوا الماء كنحتفظوا به، غنوريكم اش غنديروا به. بسم الله. بالنسبه للسيرو اللي غنديروا فوق هذه التحليه مشمش، عندي هنا كوب الا ربع ديال عصير داك السيرو ديال المشمش، هو على هذا الشكل. كناخذوا معلقه كبيره ديال السكر، دائما السكر حسب الذوق، معلقه صغيره ديال النشا. الان كناخذوا الكل وكنمزجوا. بسم الله. كنضيفوا السكر، كنضيفوا النشا اي مايزينا على هذا الشكل، وكنمزجوا الكل وكنوضعوا فوق النار. بسم الله. كنوضعوا الخليط ديالنا فوق النار وتنطيقوه حتى يتماسك لنا بهذا الشيء. الان كنديروا المزيج بهذا الشكل، انتما كتلاحظوا كيجي الشكل رائع والمنظر كيجينا على شكل بحال شي بيضه، الصفر ديالها صفر وابيض. الشكل النهائي ديال التحليه كتجي على هذا الشكل، كتجي رائعه لذيذه وبنينه، حتى المنظر ديالها كيجي غزال. كنتمنى تعجبكم وغادي تعجبكم، هي جربوها وبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.